احنا دلوقتي رايحين دكتور محمد سعد نائب مدير المستشفى، المفروض ان هو هيعمل جولة في المستشفى عشان الدكاترة الألمان يشوفوا الإمكانيات اللي موجودة في المستشفى، يشوفوا هيطلبوا زيادة في الأجهزة، إمكانيات أكتر، هيوافقوا على اللي موجود. مبسوطة قوي، ما كنتش متخيلة ان هيحصل بالسرعة دي، ومبسوطة أكتر ان احنا هنبقى نجحنا ان احنا نعمل طفرة في القلب المفتوح في مصر، ونطور من اداء الاطباء، ونطور من الخدمة اللي بنقدمها للمواطن المصري. دكتور محمد، احنا رايحين فين دلوقتي؟ هنطلع العمليات دلوقتي بحيث ان هم يلقي نظرة على العمليات ويشوفها ويشوف الامكانيات اللي موجودة فيها ويراجع كل حاجة عشان يجهز ان شاء الله. ان شاء الله. المدخل بحيث ان هو المريض لما بيخش هنا هوت بيخش في مرحله الانتظار او ما قبل التخدير، هنا بيحس ان المريض بيبقى موجود، يشوف دكتور التخدير ويبدا يبقى جاهز للعمليه، وبعد كده بيتنقل داخل غرفه العمليه. وعشان ما يتحدش يدخل انتوا بتدوسوا على كل الابواب اوتوماتيك زي ما هناخد جوله بقى من الداخل، لان هم لازم يلبسوا يتعقموا ويخشوا عشان يقدروا يشوفوا العمليات. هحاول ادخل ابص عليهم من الرعاية. خلصة كده احنا لابسين الاوفر شوز، وهي بصراحة مستشفى يعني نظيفة جدا. بصوا، دي رعاية القلب المفتوح، دي رعاية زرع الكبد ورعاية القلب المفتوح. الأوضة واسعة قوي قوي على انها تبقى عناية مركزة. تخيلوا كل طفل ليه عناية مركزة، دي حاجة صعبة جدا. يعني احنا كنا بنعاني ما فيش عنايات مركزة للأطفال، كل طفل عنده عناية مركزة. وزي ما انتوا شايفين، زي ما بقول لكم، لما كنا بنجهز مستشفى أطفال مصر وقالوا لي اصل احنا عايزين بس فنتليتر او اللي هو الجهاز بتاع التنفس، كان بيوصل لنص مليون جنيه. فانا قاعدة ببص دلوقتي بقول اتكلفة الواحدة قد ايه. يعني برافو، انا ببقى مبسوطة قوي لما احس ان احنا بنتقدم. يعني هتقولوا لي بس احنا عشان نتعالج في حتة زي دي هندفع فلوس كتير قوي، وبره لو اتعالجت هتدفع برضو فلوس كتير قوي. صحيح في تأمين صحي اعلى من عندنا، ولكن شغالين على التأمين الصحي. لغاية ما التأمين الصحي يقدر يعالج المواطن العادي، انتوا لازم تقفوا جنبنا. دكتور محمد سعد خلص معاهم، وانا طلبت منه ان يقول لنا انطباع بدل ما اقعد اسمع وترجم. اتفرجوا على العنايه المركزه وعلى اوضه العمليات. انطباعهم كان ايه؟ بس لما دخل بدانا الاول باوضه العمليات، شافوا العمليات كامله ودور لف فيها والافاقه اللي فيها والتحضير بتاع التخدير، ورجعوا التجهيز العمليات بالكامل والالات الجراحيه المستخدمه وكذلك المستهلكات اللي بيستخدموها. وانطباعهم ان هو كل حاجه موجوده الحمد لله. طلبوش حاجه زياده؟ بصي، حاجات يعني مش حاجات بسيطه، اللي هو حاجه موجوده بس انا متعود مثلا اشتغل بالحاجه الفلانيه، فدي ما فيش مشكله هتيجي. اوكي خلاص. حاجات زي ايه؟ زي خيط، زي ايه؟ حاجات يعني في نوع مثلا في انواع الكانيولات المستخدمه. خلاص. دي اللي هو حاجه كيرف، فيها كيرف او مستقيمه الموجود كيرفد. لا انا يعني ايه، عايز مستقيم، انا هشتغل كده اهوت خلاص. بس يا ريت كمان دي تاني هو هيجيبها معاه، واحنا كمان يعني انواع حاجات موجوده، يعني ما عندكش مشكله فيها. صنفين، صنف او صنفين دول، اي ما عندكش مشكله فيها، مشكله خالص فيهم، لانهم اوريدي موجودين في مصر. خلاص، وحيجيب كمان. بعد كده شفنا الرعايه المركزه، بص فيها ودخل اوضه وشافها وشاف التجهيز. شفناها، انبسطت قوي. ايه؟ انبسطت قوي قوي يعني. والشمس والشباك والتجهيز اللي فيها والمونيتورز، كل حاجه موجوده. واتكلم مع التمريض اللي موجود والدكاتره اللي موجوده، حتى كان احد التمريض اللي موجود كمان عنده خبره في اللغه الالمانيه، فقعد يتكلم معاه الماني. وكان انطباعه يعني هو مستعد يعني انه
اشتغل اسرع فرصه، لان كل حاجه جاهزه. واحنا كمان بنرتب انه يبقى تيم كامل متكامل انه لجراحات قلب الاطفال والقسطره قلب الاطفال. احنا عندنا تيم مصري على اعلى مستوى، وحيطعم من مجموعه من عندهم، وان شاء الله الخطوه اللي جايه بقى هيجوا امتى، هنعمل ايه؟ حاليا دلوقتي هو يعني المفروض هيراجع الاجنده بتاعته. النهارده شاف الحالات، حدد الحالات اللي هي الحالات تتعامل في المرحله الاولى، ده ايه وده قرارات في الحالات اللي في السفر واللي هيحتاج يسافر او لا. ومنتظرين بس منه بقى موعد الزياره الجايه اللي هو يبدا يشتغل بقى فعليا. او نسفر له ناس. اعتقد هي في حاله او حالتين فقط من اللي 10 8 والله ده يعني انا عارف كان في البدايه هو كل شويه بيزيد. ما انا بقول لك انا اخر حاجه كان هو بعد 20 حاجه، هو يعني قال لنا ان هو مش هيستقبل في شهر غير حالتين ثلاثه يعني. ممكن ما ولا احسنش الفلوس كمان يعني كان كده. لا دي قصه تانية. لا بس الفلوس مش هيبقى فيها مشكله خالص، يعني جميع المصريين خيرين فماش. بيقول لي 70,000 يورو، بيقول لي في الحالات العاديه 20,000 يورو، في الحالات اللي هي المعقده، واحنا كل حالاتنا معقده الحمد لله. الحالات الحالتين اللي شافهم اللي انا اعرفهم في البدايه خالص كانوا معقدين جدا، لان احدهم كان عنده مشكله في شيء داخل الرئه ذات نفسها، فدي قصه يعني تحتاج كذا مرحله من العمليه. انا مش جراح فما اقدرش. انا بشكر حاجه جدا على مجهودك، يعني دكتور محمد سعد مدير المستشفى عمل مجهود رهيب. احنا حتى الدكتور الالماني ده اتاخر عشان كان كريسمس وراس سنه وكده، لكن غير كده كان جه ابدر من كده بكتير، وعملنا العمليات امبارح واول، والاربع والخميس الجايين عندنا عمليات. بشكرك جدا، المستشفى مذهله ومفيش صوت عالي ومفيش ممرضات بتزعق لبعض ومفيش فوضى اللي بنشوفها في الاماكن. كل حاجه الناس عارفه هي رايحه فين، الناس محترمه نفسها كده. المستشفى معروفه مستشفى وادي النيل. لا بس اختلفت، ما انا كنت بقول حقيقه على فكره، ما مش هجاملك يعني، اختلفت يعني. حضرتك كنت موجود وتطورت جدا، لان انا كنت بعمل هنا عمليات زرع قوقعة كانت كويسه وكل حاجه، لكن حضرتك اولا كبرت كمساحه وكامكانيات. لانه كانت الاول المبنى الاولاني كان حوالي 180 سرير، خلاص احنا اضفنا 471 خلاف سرير الرعايه المركزه، فالمستشفى تعتبر اكثر من دبل، اكثر من الضعف خلاص، بتجهيزات احدث. يعني القديمه كانت مبنيه سنه 93، دي يعني حديثه، فطبعا لازم في اختلاف في التكنولوجيا موجود. سالته اول ما جيت قلت له هو هتعالجوا مين يعني، عشان في بس يعني ناس بسيطه جدا، وفي قال لي كل الناس هتتعالج، كل اللي حق العلاج او عايز يتعالج لازم نعالجه. قلت لي كده صح؟ احنا اتفقنا عليه من البدايه انه يعني الحالات الصعبه اللي هي كانت بتسافر، طب ليه بتسافر؟ خلاص اذا كان في امكانيات موجوده، طب لا نجيب، عندنا البشر موجود والامكانيات موجوده نجيب. هو وعدني ان احنا بعد شويه هنعمل حمليات لوحدنا، يعني هنصفر شويه المعقدين قوي وهن احنا بنتكلم معاه انه بيبقى ان السيرفيس تبقى موجوده بشكل منتظم وزيارات منتظمه له لفريقه، وهيبقى في اي اضافه من التيم بتاعه عاوزها تبقى موجوده كاضافه للتيم، عشان بنكون فريق على اعلى مستوى من المصريين والاجانب. ودي نقطه اللي هو نقل التكنولوجيا او نقل العلم، ده المهم، لان احنا كده بنبني. انا هعتزل بعد المشروع ده. اصل لو اتعمل خلاص هحس ان انا اشتركت في مشروع عظيم، لان فكره ان احنا نطور زي ما حضرتك بتقول كل العمليات المعقده دي تتعمل هنا، دي نقله رهيبه. احنا هنا في المستشفى يعني منظومه متكامله، عملنا هذا الكلام قبل كده في كذا حاجه. احنا عملنا هنا منظومه زراعه القوقعه، عملنا قبلها زراعه الكبد سنه في 2001، ومن اوائل الناس اللي عملوا الكلام دوت. وكانت المنظومه ما كانش قبل 2001 ما كانش في زرع كبد في مصر خالص، فعشان تعمليه انه ازاي يتعامل كونت فريق مصري، الفريق المصري ده اتدرب هناك، جبت خبراء اجانب
نقلوا العلم، اشتغلوا هم الحالات، دربوا، بعد فتره بقى الفريق المصري بيشتغل لوحده. طب ما هي دي، هو ده المطلوب. محتاجين بس دعم الشعب المصري لغايه ما التامين الصحي يتطور عندنا ويكون كل مواطن ليه حق في العلاج. ف ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. بشكرك جدا. بشكرك جدا يا دكتور. خلاص هسيبكم. رغي كتير واللي ما عندوش مشكله مش هيبقى مهتم، لكن انا مؤمنه جدا ان في ممكن واحد منكم اتنين يقدروا اللي احنا بنعمله ده، يقدروا ان احنا بنعمل مجهود رهيب عشان نرضي المواطن البسيط، ننقذ اطفال مصر البسطاء اللي حسوا في وقت ان هم مش لاقيين حد جنبهم، وانا متاكده ان ربنا هيبقى جنبهم، متاكده ان انتوا هتساعدوهم. 100 طفل مصري بين الحياة والموت محتاجين ملايين ملايين الجنيهات عشان نقدر ننقذ حياتهم. الشق الطبي، المجهود، جمع الناس، تشخيص، كل حاجة قدرنا نعملها على اعلى مستوى، ولكن فاضل الفلوس اللي مش هقدر اتحرك ولا خطوة من غيرها. بشكرك.